من موسكو ينضم إلينا عبر زوم السيد أندري تشابريغن، الأستاذ في مدرسة الاقتصاد العليا والمحلل الاستراتيجي. سيد أندري، هذه التجربة أثارت انزعاج أمريكا من تركيا ووترت العلاقات معها. برأيك هذا الانزعاج هل ينعكس أيضا على العلاقات الروسية الأمريكية ويوسع الهوة بينهما؟ لا أعتقد أن هذا الانزعاج التركي الأمريكي ينعكس على العلاقات الروسية الأمريكية، لأن العلاقات الروسية الأمريكية على أضعف حالاتها تاريخيا الآن، يعني حتى رغم النزاعات يعني التركية الأمريكية. النزاعات التركية الأمريكية هناك في الإجماع من الآراء المحللين أنه هي ترتبط يعني أولا ومبدئيا بالمنافسة التجارية بين الباتريوت، المجموعة باتريوت المضادة للطائرات الأمريكية، ومجموعة اس 400 الروسية، لأنه الولايات المتحدة تعتقد أن اس 400 هي التهديد لشراءات باتريوت في الشرق الأوسط، بالأخص لأنها تفوق الباتريوت في الاستخدام التكتيكي من بعد الصفات. ولذلك الولايات المتحدة تستخدم تأثيرها الاقتصادي والأطلسي على تركيا لمحاولة إيقاف المبيعات لإس 400، وذلك لا تتعلق يعني بأي ما أشياء. هو توقعك لمستقبل العلاقات التركية الأمريكية في ضوء هذه الصفقة وهذه التجربة، وخصوصا يعني اعتدنا من الرئيس التركي أنه يحاول دائما تطبيق سياسة إمساك العصا من المنتصف، هو لا يريد أن يخسر روسيا وفي المقابل لا يريد أن يخسر أيضا الغرب وأمريكا. إردوغان في الحقيقة لا يخاف، يعني كما أنا شايف لا يخاف أي تحذيرات الأمريكية، بسبب واحد ومبين جدا، يعني لأنه هناك كانت في عقوبات يعني موضوع على تركيا من قبل الولايات المتحدة، وأدت إلى ولم انهيار تبقى الليرة التركية وساء الاقتصاد التركي. عفوا يعني هذه العقوبات الأمريكية التي تحدثنا عنها أدت إلى انهيار الليرة التركية، أليس لا، كذلك؟ هي أدت على انهيار الليرة التركية، ولكن ليست كعقوبات مباشرة، ولكن كالتوقع من العقوبات، لأن العقوبات المباشرة الأمريكية لم تتحقق يعني في الحقيقة على ملف حقيقي. وإردوغان هو يعرف أن تركيا تعتبر عبارة عن حليف مهم جدا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بصفتها عضوا في الحلف الأطلسي وبصفتها ولكن ممتلكة اليوم في حتى الناتو مستاء سيد أندري من هذه التجربة الصاروخية، يعني حتى العلاقة بين تركيا والغرب متوترة بسبب هذا الموضوع. التوتر. العلاقة بين تركيا وأوروبا هي توتر الورقة، توتر البيانات، لأنه في الحقيقة تركيا لا تزال كانت ولا تزال أن تكون حليفا للولايات المتحدة والحلف الأطلسي في الشرق الأوسط، ولا تزال نعم، دليلا للسياسة الأطلسية يعني في هذه المنطقة. أشكرك جزيلا عبر زوم سيد أندري تشيبريغان، الأستاذ في مدرسة الاقتصاد العليا والمحلل الاستراتيجي، شكرا لك.